تصويبة كورية أيضا في تشكيلة وليد الركراكي المدرب المغربي. أدي التصويبة بعد مراوغة رائعة في اللعبة إسماعيل محمد، سلام على بغداد، ضغط بغداد ننتهي، بدأ العمق عدى ومر وفات. أوه جامدة شوية، جامدة قدامه مساحة كويسة، غير مسار اللعب تاني أقصى اليمين، شوف لاعب الوسط راح فين، مارتن جونيور، عرضية أرضية جميلة جميلة جميلة. لعيبة نادي الدحيل كريم مضياف، مهدي بن عطية قائد الدفاع في الدحيل، محمد موسى ستوبر نادي الدحيل، لعبها طويلة أمامية مساحة كويسة إلى كونج اللاعب الكوري والبر عشان يشوط، ما فيش حد، روح تاني إلى الهيدوس، الهيدوس الهيدوس يصور يا لا 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 جول 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 الله 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 تبات تبات والفار موجود تبات والفار هيراجع الدنيا كلها. عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء بيقول لكل لاعبي الدحيل معانا الفار معانا الفار. هدف هو الخامس لتباتا هذا الموسم، ماذا لو احتسب الهدف وكان شرعيا؟ ستكون بدايه روعه لتباتا. هنا ما فيش اوفسايد، هنا الامور طبيعيه، هنا الامور طبيعيه، وهنا الامور طبيعيه، ما فيش اوفسايد، هدف صحيح، هدف صحيح، قدم مدافع الدحيل تقريبا تقريبا على خط واحد مع تباتا. اهو الرجل الشمال، الرجل الشمال، الرجل الشمال لبن عطيه، اعتقد الهدف صحيح. بعد كده تباتا لما رفع رجله كان بعد ما الكره طلعت خلاص، لما رفع رجله الشمال، اعتقد ان الهدف صحيح والفار يراجع. عبد الكريم حسن كيمو، كيمو على الارض بسهوله صحيح والفار يراجع. عبد الكريم حسن كيمو، كيمو على الارض بسهوله 1-3. لا 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 يا ولد، لسه الفرصه. اوبو مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول يا جماعه، ايه طوفان طوفان.